المحكمة راح تكون 15/4 أول جلسة. مش كل إنسان عنده توجه إسلامي وبصلي في المساجد ومطلق اللحية السنة معناته هذا شخص إرهابي، بيكون بأي عمل إرهابي. كل ما هنالك إنه إحنا إن صهر وإن علاقة مصاهرة مع شخص جزائري، ومن خلال هذا الأمر كانت كل تلفيقات التهم اللي توجهت له. خالد بريء من كل التهم اللي توجهت له، ما له علاقة بأي تنظيم ولا له علاقة بأي تخزين أسلحة وصناعة متفجرات وصناعة مواد متفرقعة، هذا كله ما بيعرفه. التركيز الواحد زائد على ذلك ما إلهم علاقة لا بأسامة بن لادن ولا إلهم علاقة بحزب القاعدة ولا إلهم أي تنظيم. شيخ أمجد، مين اللي حاكل عليه بالله؟ ليش طيب؟